مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. مرحبا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. تحديد أسعار المنتجات النفطية الجديدة ب 160 بيسة للممتاز والديزل و 140 بيسة للعادي. بدء دخول قافلة المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، والمعارضة تطالب بإنهاء القصف قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات نهاية الشهر الجاري. هجوم بقذائف المورتر على مدرسة بأفغانستان تزامنا مع بدء مساعي إحياء محادثات السلام الأفغانية في باكستان. ونتابع في أخبار الاقتصاد. الصين تدفع اليوان نحو الصعود مع تراجع جديد لبورصة شنغهاي للأسهم. وفي النشرة الرياضية تتابعون: الأنظار تتجه إلى زيورخ السويسرية لمعرفة الفائز بالكرة الذهبية للعام 2015. وستون بيسة السعر الجديد للوقود الممتاز والديزل في السلطنة. قررت ذلك اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بالسلطنة في اجتماعها اليوم، مؤكدة أن التسعيرة الجديدة سيتم تطبيقها في 15 من شهر يناير الحالي. وحددت اللجنة سعر لتر الوقود من النوع العادي ب 140 بيسة، وقررت عدم تغيير سعر وقود الطائرات نظرا لعدم وجود الدعم الحكومي، ولم يتم أيضا تغيير سعر غاز الطبخ. وأوضح سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن أسعار المنتجات النفطية ستكون ثابتة في كافة محطات الوقود المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها كل نهاية شهر لتحديد الأسعار بشكل شهري. وذكر سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أن اللجنة قد تبقي على نفس الأسعار فيما إذا كانت الأسعار العالمية قريبة من أسعار السوق المحلي، مؤكدا أن الهيئة العامة لحماية المستهلك وشركات تسويق الوقود ستقوم بمتابعة تسعيرة الوقود بجميع المحطات بالسلطنة للتأكد من مطابقتها الأسعار المعلنة. وكان سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز قد أكد في نشرة سابقة على أن تحديد المعايير والأسس التي بنيت عليها التسعيرة الجديدة للمنتجات النفطية مرتبطة بالسعر العالمي للنفط. اعتمدت اللجنة على أسعار السوق المعلنة بالنسبة للمشتقات النفطية المتداولة في منطقة الخليج، اعتمدت أيضا على أسعار المنتجات المشابهة في الدول المجاورة، وأيضا اعتمدت على التسعيرة الحالية الموجودة في السلطنة، وارتأت تغيير الأسعار بناء أو تقربا من الأسعار العالمية، ولكن أقل بعض الأحيان من السعر العالمي المعلن في السوق. كما قال سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز إن اللجنة المشكلة ستحدد متوسط السعر الشهري مع مراقبة تغيير الأسعار العالمية. سعر النفط يتغير بشكل يومي، أمس كان 27 دولار، اليوم وصل إلى 28 دولار، ربما بكرة ينخفض أو يرتفع، ولكن اللجنة تعتمد على متوسط السعر الشهري للوقود وليس للنفط الخام، لأن هناك في فرق ما بين سعر الوقود وسعر النفط الخام كما هو معلوم لدى البعض. اللجنة تعتمد على متوسط السعر الشهري، ما تعتمد على أسعار متفاوتة يوميا، لأن تغيير السعر ما راح يكون بشكل يومي ولكن بشكل شهري. ما وضعت اللجنة الشقة على، ولكن تتابع الأسعار حسب مقتضيات السوق. بالنسبة لتغيير الأسعار سيتم بشكل شهري إلا إذا كان سعر السوق العالمي والسعر المحلي متقارب جدا، وبالتالي قد ترتأى اللجنة الإبقاء على السعر علشان ما يكون في تغييرات كثيرة، ولكن الوضع الحالي هو إجراء متابعة ومراقبة للسوق بشكل شهري،
وإذا تطلب الأمر سيتم تغيير السعر بالفترة الزمنية هذه. وأوضح سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار أسعار الوقود للدول المجاورة للسلطنة، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه ستكون هناك مراقبة للأسعار من قبل حماية المستهلك وشركات التسويق. نحاول بقدر الإمكان أن التفاوت ما يكون كبير جدا علشان ما يكون في ضغط على المحطات المحلية أو الحدودية من الجانبين، ولكن نحن نتبع الأسواق العالمية وليس التسعيرات الموجودة في دول المجاورة. نأخذ بعين الاعتبار التسعيرة الموجودة طبعا بدولة الإمارات والسعودية، ولكن الأسعار اللي تعتمد بشكل أكبر هي الأسعار العالمية. مراقبة الأسعار طبعا سيكون لهيئة حماية المستهلك دور في المراقبة، وأيضا شركات التسويق ستقوم بمراقبة الأسعار في المحطات. وقامت وزارة النفط والغاز بإعلان السعر لكافة المستهلكين، بحيث أن المستهلك نفسه ممكن يكون مراقب لهذه الأسعار، ويتم تبليغنا بإذن الله وتبليغ حماية المستهلك في حال أن الأسعار المعلنة في المحطات تختلف عن الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الحكومة. توجهت قافلة المساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة مضايا في ريف دمشق الواقعة تحت الحصار منذ 6 أشهر. من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى رفع الحصار عن جميع البلدات السورية المحاصرة وإيصال المساعدات الغذائية والطبية لها. بهذا الشكل من قبل البعض. بلدات مضايا والفوعة وكفرية السورية ينتظر سكانها فرجا قريبا بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية إليها بعد حصار استمر لأسابيع عانى فيها الصغير والكبير من الجوع والأمراض، والتي أشارت الأمم المتحدة عن وجود تقارير تفيد بموت العديد من الأشخاص جوعا على مدار الأسابيع الماضية في المناطق المتضررة. ومع اقتراب انطلاق محادثات سلام بين الأطراف السورية، طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإنهاء الحصار عن بلدة مضايا وإيصال المساعدات إليها على الفور. على سوريا وروسيا إيقاف عملياتهما العسكرية. يجب أن تنتهي مأساة مضايا وكل المدن السورية التي يحاصرها الجيش السوري. وبعد الاتفاق بين أطراف النزاع في سوريا على إيصال المساعدات، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن عزمه إرسال معونات غذائية لنحو 40,000 شخص في مضايا، وما يكفي لنحو 20,000 شخص في الفوعة وكفرية. الأمم المتحدة أكدت كذلك أن قوافل المساعدات في طريقها للوصول إلى المدن المحاصرة التي اشتدت الحاجة إليها من الغذاء والدواء لمواجهة النقص الحاد في هذه البلدات. ونبقى في الشأن السوري، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن حصيلة قتل الغارة الروسية التي طالت مدرسة في بلدة عنجارة في ريف حلب الغربي في شمال سوريا ارتفعت لتصل إلى 12 طفلا. وأضاف المرصد أن الغارة دمرت أجزاء من المدرسة المليئة بالطلاب مما خلف قتلى وجرحى. من جانبها نفت موسكو استهدافها المدنيين في غاراتها، مؤكدة أنها تستهدف المجموعات المسلحة. خرج العالقين من تحت الأنفاض بعد غارة من الطيران الروسي استهدف مدينة دوما. قال مسؤول بالحكومة اليمنية إن مستشفى بالسوادية في البيضاء وسط اليمن لحقت به أضرار بعد غارة جوية شنها التحالف في موقع قريب من المستشفى يستخدمه مسلحون حوثيون كقاعدة. ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان منظمة أطباء بلا حدود من إصابة مقذوف عيادة تابعة لها في محافظة صعدة في شمال اليمن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في 3 هجوم على منشآتها خلال 9 أشهر منذ بدء الحرب. في الأثناء يواصل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سعيه في صنعاء لإقناع الحوثيين بالمشاركة في مفاوضات السلام المقررة في 23 من الشهر الجاري. أخلت القوات العراقية 635 مدنيا من مدينة الرمادي أثناء مواصلتها
تطهير المدينة بعد أسبوعين من إعلانها استعادتها من تنظيم داعش. وقالت مصادر أمنية إن 9 من قوات الجيش العراقية لقوا مصرعهم عن طريق الخطأ في غارة شنتها طائرة للجيش العراقي قرب مدينة تكريت شمال بغداد. بعد أسبوعين من إعلان النصر في مدينة الرمادي، استطاعت القوات العراقية من دفع المسلحين إلى الخروج من الضواحي الشرقية للمدينة، غير أن القنابل المتناثرة في الشوارع ما زالت تعرقل جهود إعادة البناء. وقالت مصادر أمنية إن أغلب مناطق الرمادي أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية، إلا أنه ما زال محظورا على سكان المدينة العودة إلى مناطقهم بسبب الألغام المنتشرة في أغلب تلك المناطق. وتعمل قوات مكافحة الإرهاب التي قادت الحملة العسكرية لاستعادة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية على تأمين الشوارع الرئيسية والمباني ببناء حواجز ترابية عند مداخل الأحياء الوسطى التي تأكد خلوها من المسلحين، بالإضافة إلى وضع علامات تدل على المناطق الملغومة. وتعتبر عملية استعادة الرمادي أكبر المدن التي استردتها القوات العراقية من تنظيم داعش، أول نجاح رئيسي يحققه الجيش العراقي منذ انهياره أمام الهجوم الخاطف الذي شنه مسلح التنظيم شمال العراق وغربها قبل 18 شهرا. من ناحية أخرى، ما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة العراقية لدخول المدينة وبدء أعمال إعادة البناء. في الشأن الأفغاني، قالت وزارة التعليم الأفغانية في بيان إن قذيفة مورتر سقطت على مدرسة ثانوية في إقليم خوست، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 طلاب على الأقل وإصابة 8 آخرين. الهجوم تزامن مع بدء اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة والصين وأفغانستان إلى جانب باكستان المستضيفة، وذلك بهدف إعادة إحياء عملية السلام المتعثرة مع طالبان. هل يسدل الستار على ما يقارب 15 عاما من أحداث العنف في أفغانستان؟ سؤال تسعى 4 وفود من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة للإجابة عليه من العاصمة الباكستانية إسلام أباد عبر محاولة لإحياء محادثات السلام الأفغانية المعلقة. المحادثات الرباعية افتتحتها الدولة المضيفة بالتحذير من اتخاذ أي قرار قبل أوانه فيما يتعلق باستبعاد حركة طالبان أو محاولة إقصائها من المباحثات، مطالبة الدول المشاركة باتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وذلك لجلب الحركة إلى طاولة المفاوضات على اعتبارها ركنا أصيلا من الصراع الأفغاني. الهدف الأساسي ينبغي أن يكون إقناع طالبان بالحضور لمائدة المفاوضات والتفكير في نبذ العنف. من المهم عدم ربط بداية عملية المفاوضات بشروط مسبقة نعتقد أنها ستكون ذات نتائج عكسية. ينبغي علينا أن نسعى لإجراء المحادثات مع كل المجموعات الأفغانية قبل التهديد باستخدام العمل العسكري ضد الأشخاص الذين لا يمكن التصالح معهم. من جانبهم، قال أعضاء بارزون في حركة طالبان إن فصيل الملا أخطر منصور زعيم الحركة أظهر إشارات تدل على تقبل فكرة الانضمام لمحادثات السلام في نهاية الأمر، فيما لا تزال فصائل أخرى تدرس إمكانية التفاوض. ويأتي تجدد مساعي السلام في ظل استمرار أحداث العنف في أفغانستان، حيث سيطر طالبان على المزيد من الأراضي في إقليم هلمند الجنوبي خلال الأشهر القليلة الماضية. ويرى محللون ومشاركون على حد سواء أنه برغم اجتماع 4 دول إلا أن الكثير من الأمل في إحراز أي تقدم يقع على عاتق باكستان نظرا لعمق علاقاتها بكافة الفرقاء الأفغان. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. عمق الرباخ رحلة بين الجبال سيرا على الأقدام. تحديد أسعار المنتجات النفطية الجديدة ب 160 بيسة للممتاز والديزل و 140 بيسة للعادي.
بدء دخول قافلة المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، والمعارضة تطالب بإنهاء القصف قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات نهاية الشهر الجاري. هجوم بقذائف المورتر على مدرسة بأفغانستان تزامنا مع بدء مساعي إحياء محادثات السلام الأفغانية في باكستان. كشفت هيئة تقنية المعلومات عن تحقيق السلطنة المرتبة 48 على المستوى الدولي في تطبيق الحكومة الإلكترونية. وأضافت الهيئة أن فئات جديدة لتكريم الجهود المبدعة في مجالات سرعة التحول الإلكتروني سيتم تضمينها في النسخة الخامسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. كشفت هيئة تقنية المعلومات عن تفاصيل النسخة الخامسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال حلقة العمل الأولى حول أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السلطنة. وتناولت حلقة العمل تطور الجائزة في نسختها الجديدة للعام الحالي بما يتلائم مع التوجهات والتطورات العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث تمت إضافة فئات جديدة لتكريم الجهود المبدعة في مجالات جديدة مثل سرعة وانسيابية التحول الإلكتروني وتكامل الخدمات ضمن الرؤية الشاملة للحكومة، مع توفير الخدمات العاملة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وتوفير قنوات المشاركة الإلكترونية لتمكين الجمهور من المشاركة في صنع القرارات. هذه الحلقة هي أحد الحلقات التي نقوم بتنفيذها لتوعية الإخوان دعاة المؤسسة الحكومية والشركات بفئات جائزة السلطان قابوس، وكذلك بالمعايير الجديدة التي أطلقت في جائزة السلطان قابوس ستطلق في جائزة السلطان قابوس للخدمات الحكومية الإلكترونية في عام 2016. بالنسبة لفئات الجائزة النسخة الخامسة من جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، هناك ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى تعنى بالقطاع الحكومي، والمجموعة الثانية تعنى بالقطاع الخاص، وهناك أيضا مجموعة خصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للمعايير، روعي في المعايير للجائزة هذه موائمة المعايير مع خطة عمان الاستراتيجية مع المعايير الدولية المتبعة. كما تطرقت حلقة العمل إلى إنجازات السلطنة في تطبيق الحكومة الإلكترونية التي مكنتها من الوصول إلى المرتبة 48 عالميا في هذا المجال، وذلك من بين 193 دولة شملها تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة. اهتمام الحكومة في السلطنة بالتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وبمستوى الدعم والرؤية المستقبلية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس كان له دورا محوريا فيما تحقق من إنجازات واضحة في مختلف المجالات بما فيها مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتعمل السلطنة على تعزيز تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال مجموعة من المشروعات يأتي على رأسها إنشاء البنية الأساسية الوطنية لشبكة الألياف البصرية وزيادة النافذية للنطاق العريض التي ستؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، وستوفر للجيل الجديد خدمات الإنترنت في المنازل بسرعات اتصال عالية ومجموعة واسعة من التطبيقات الغنية بالمحتوى، بالإضافة إلى مشروع السحابة الحكومية التي تعتبر إحدى البنى الأساسية لتسريع تقديم الخدمات الإلكترونية. على صعيد متصل، فإن أكثر من 90% من المؤسسات الحكومية تعمل على التحول الإلكتروني الكامل، وأوضح ذلك الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. أكثر من 90% من المؤسسات الحكومية ماشية في خطط التحول الحكومة الإلكترونية. أنا لا أستطيع أن أجزم حاليا لأن عندنا إن شاء الله تقييم أخير اللي هو التقييم الأخير للجاهزية، وسنعلن عنه، سنعلن عن جميع موقع المؤسسات الحكومية في عملية التحول. وأنا يعني أحب يعني أطمنك أن في مؤسسات حكومية فعلا بدأت تأخذ يعني
يعني موقعها العالمي في مجال تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية. وشفنا احنا جائزة دول مجلس التعاون ان المؤسسات الحكومية ومؤسسات السلطنة يعني كانت الرائدة في 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 الحصول على جوائز في مجال الحكومة الإلكترونية. معنى هذا ان المؤسسة الحكومية هذه هي من مشاريع التحول، هذه الجوائز اللي فازت بها المؤسسة الحكومية كان من جوائز التحول، وهذا نستطيع يعني نجزم ان المؤسسة الحكومية ماضية في الطريق اللي ان شاء الله يعني مخطط له بإذن الله الكريم. العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسبل تطويرها في كافة المجالات كانت محور لقاء معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مع سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة. كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق لعدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك. كما كانت مسيرة والعلاقات الثنائية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مقدمة مباحثات معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مع الفريق الركن بحري مارك فوكس نائب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. جرى خلال المقابلة أيضا بحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية كانت أبرز نقاشات معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع خلال استقباله الفريق الركن بحري مارك فوكس نائب قائد القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. كما تم خلال المقابلة بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما كان بحث الأوضاع الأمنية والأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في صلب لقاء الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة خلال استقباله الركن بحري مارك فوكس نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. خمسة وستون طبيبا وسبعة واربعون صيدلانيا احتفلت كلية عمان الطبية بتخريجهم لينضموا إلى القطاع الصحي بالسلطنة. رعى حفل تخريج صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية. في بروتوكول خاص بكلية عمان الطبية سار الخريجون مع الهيئة التدريسية في طابور وسط الحضور. جدا سعيد بتخرجي وخاصة مع زملائي، شاركنا 7 سنوات مع بعض خاصة مع كليتنا كلية عمان الطبية، وإن شاء الله نستطيع أن نخدم الوطن بأدائنا في عملنا إن شاء الله. هكذا كانت سحر ترقب لحظة سماع اسمها لتتقدم زميلاتها وزملائها على منصة التكريم بعد حصولها على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف. هذا النجاح يعني فرحة لا توصف، جاءت بعد 7 سنوات من التعب، بعد 7 سنوات حافلة بالجد والاجتهاد، وإن شاء الله هذا التخرج راح يكون بداية لنجاحات أخرى مستقبلا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، يعني شيء الواحد يعتز فيه ويفتخر فيه، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كل من حمل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية كل في مجاله وتخصصه للإنسان حملوا على عاتقهم هذه الرسالة. أيها الزملاء، فلنتذاكر دوما ذلك القسم الذي قطعناه، ولنجدد العهد كل يوم على الحب والإخلاص والمثابرة، ولنجد ولنجتهد
لخدمة عباد الله وإعادة البسمة إلى الوجوه الحزينة. وتحرص كلية عمان الطبية على رفد القطاع الطبي في السلطنة بكوادر مؤهلة، وتعمل كذلك على توسيع قاعدة التخصصات لتواكب حاجات المجتمع. بانخراط هذا الفوج من الأطباء والصيدلانيين لقطاع الخدمات الصحية في السلطنة تكون لبنة جديدة أضيفت لبناء الوطن. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. مناقشة محاور الخطة الخمسية التاسعة للمديرية العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة والتحديات التي تواجه الموارد البشرية للكوادر التمريضية في المستشفيات من أبرز محاور نقاشات اجتماع مديري ورؤساء التمريض في السلطنة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الدور القيادي والمهني في مجال التمريض، لا سيما أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى. تكامل التخصصات في مجال البحوث وتحديد بناء مؤشرات الأداء في البحوث العلمية من أبرز ما خرج به الاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العلمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في مسقط. ودعا الاجتماع إلى أهمية تشجيع المؤسسات الممولة للبحوث إلى إجراء بحوث في مجال السياسات البحثية للمرأة. وأكد الاجتماع أيضا على توحيد هذه الرؤى ومناقشتها في الاجتماع العالمي المزمع إقامته في جمهورية الهند في شهر مايو المقبل. تطوير قطاع الثروة السمكية وبحث آثار العمالة غير القانونية على المخزون السمكي أبرز ما هدف إليه ملتقى الشرقية السمكية الخامس في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. الملتقى الذي تنظمه المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية وبرعاية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، يهدف إلى طرح مرئيات أفراد المجتمع وتطلعاتهم في تطوير القطاع السمكي الذي من المؤمل أن يسهم في الناتج المحلي. بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة حكومية وخاصة وعدد من أصحاب السفن والصيادين، تم افتتاح ملتقى الشرقية السمكي الخامس في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في وضع خطط وبرامج وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير قطاع الثروة السمكية وبحث آثار العمالة غير القانونية على المخزون السمكي. مشاركة يعني واسعة من جميع فئات المجتمع، من صيادين ومن مستهلكين ومن المؤسسات الحكومية، شركانا حقيقة في تنمية وتطوير هذا القطاع. طبعا أهمية هذا الملتقى هو حلقة وصل بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وجميع الشركاء، سواء كانوا صيادين أو تجار أو ناقلين أو مستهلكين. الملتقى الذي تنظمه المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية وبرعاية الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، يهدف إلى طرح مرئيات أفراد المجتمع وتطلعاتهم في تطوير القطاع السمكي الذي من المؤمل أن يسهم في الناتج المحلي. توضيح لهم أهمية القطاع وأيضا النظرة المستقبلية من خلال استراتيجية 2040 اللي تعدها أيضا السلطنة، كون أنه قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة في تنويع مصادر الدخل. كما تم خلال الملتقى تدشين أكبر لوحة جدارية في العالم بموانئ الصيد البحرية، بالإضافة إلى تدشين عدد من الكتب تحمل في طياتها أسرار ومكنونات البحار. ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة جنوب الشرقية. الأخبار الاقتصادية مع الزميل سامي بن سليمان أولاد ثاني. سامي، أهلا بك. ويبدو أن انخفاض أسعار النفط هي الخبر الأول معك، وأعتقد أنه لا شيء يعلو على هذه الأخبار هذه الأيام. بالفعل إبراهيم، أهلا بك. وطبعا الخبر الأبرز والأخبار الآن في الوقت الحالي هي حول أسعار النفط. تفضل. شكرا جزيلا. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. بلغ سعر نفط عمان اليوم 28 دولارا و36 سنتا للبرميل. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان لشهر مارس القادم شهد انخفاضا بلغ دولارا واحدا و21 سنتا عن سعر يوم الجمعة الماضي.
هبطت أسعار مزيج برنت الخام أكثر من 3% مع أفول أفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين، في حين يراهن متعاملون على هبوط أكبر للأسعار في ظل تنامي انعدام الثقة بأن تشهد السوق انتعاشا كبيرا. وهبط خام برنت القياسي أكثر من دولار ليصل إلى 31 دولارا و91 سنتا للبرميل، فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 31 دولارا و71 سنتا للبرميل. تراجع الذهب مع صعود الدولار مقابل اليورو في استمرار تراجع الأسواق قياسيا، ما يدعم هروب المستثمرين لملاذات آمنة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1103 دولارات للأوقية، بينما صعد الذهب في المعاملات الأمريكية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1099 دولارا للأوقية. نحن في أوربيت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. ارتفع سعر اليوان الصيني للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع مسجلا 1% أمام الدولار الأمريكي، ويأتي هذا الارتفاع كإجراء اتخذته بكين من أجل ألا تفقد هيمنتها الاقتصادية في وقت تتوقع أن يسجل اقتصادها أبطأ معدل للنمو منذ 25 عاما. هذا وسجل اليوان فرقا طفيفا بين معاملاته الخارجية والداخلية، حيث بلغ الفرق نحو 1%، الأمر الذي فسره محللون اقتصاديون إلى عمليات الشراء التي نفذها البنك المركزي الصيني من الأسواق الخارجية والتي جففت إمدادات اليوان خارجيا، وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك باليوان في هونغ كونغ إلى أعلى مستوياتها. وفي مقابل ارتفاع اليوان، أغلقت بورصة شنغهاي للأسهم تعاملاتها اليومية وسط تراجع جديد هذا الأسبوع، وأدى استخدام آلية تعليق المداولات تلقائيا إلى تزايد الخوف لدى الوسطاء الصينيين ومعظمهم من صغار المستثمرين، حيث نشرت الحكومة الصينية أرقاما مخيبة للآمال للمستثمرين ليسود جو من التشاؤم أدى إلى تراجع جديد في بورصة شنغهاي. هذا وخسرت البورصة حوالي 10% الأسبوع الماضي في ظل توقعات يسودها القلق بعودة انخفاضها كالتراجع الذي حصل صيف 2015 والذي امتد تأثيره إلى أسواق المال العالمية. خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن الامتيازات الضريبية التي منحتها بلجيكا للشركات متعددة الجنسيات غير قانونية لأنها تعطي ميزة غير عادلة، وألزمت بروكسل باسترداد 700 مليون يورو من 35 شركة على الأقل. وجاءت التحقيقات التي بدأتها المفوضية مع عدة دول أعضاء في الاتحاد وتركزت على ما إذا كانت هذه الامتيازات متوافقة مع قواعد المنافسة الأوروبية في ظل حملة دولية موسعة للقضاء على تهرب الشركات من الضرائب. وقد أوقفت بلجيكا إدراك شركات ضمن خطة منح هذه الامتيازات منذ أن بدأت المفوضية تحقيقاتها، ولكن الشركات المدرجة بالفعل استفادت من هذه الإجراءات التي تم بدء العمل بها منذ عام 2005 واستمرت في الاستفادة حسب ما خلصت المفوضية الأوروبية. مشاهدينا، انتهت النشرة الاقتصادية، عودة للزملاء. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة.
ركزت ندوة بيئتنا وطن فلنحافظ عليها في محافظة البريمي على جهود السلطنة في مجال صون الطبيعة. تأتي هذه الندوة ضمن احتفال السلطنة بيوم البيئة العماني، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه التنوع الإحيائي في مختلف البيئات. بيئتنا فيها تتعدد مفردات الجمال، هي عنوان للبساطة والهدوء، حفاظنا عليها مسؤولية مجتمعية مشتركة. محافظة البريمي تحتفل بيوم البيئة العماني مجسدة بذلك الرؤية الحكيمة للقائد المفدى يحفظه الله الرامية إلى ضرورة حماية البيئة وصونها. يوم 8 من يناير من كل عام ويوما للبيئة العماني لإبراز دور الوزارة في هذا المجال الحيوي والقيام بالكثير من ندخل في كثير من الفعاليات التوعوية والفعاليات التي تهم المواطن في هذا المجال. الدكتور أحمد الجمرة أكد في طرحه على أهمية تقييم أثر المشروعات الهندسية على البيئة، مؤكدا على أن هذه الدراسة يجب أن تكون قبل بدء المشروع. دراسة الآثار البيئية للمشاريع الهندسية في الغالب مطلوبة بحكم القوانين في سلطنة عمان وفي معظم دول العالم، وهي مطلوبة ليس لذاتها إلا لأنها تؤدي إلى تحسين المشاريع، تؤدي إلى مشاريع رفيقة بالبيئة، مشاريع مقبولة من قبل الناس، وتؤدي أيضا إلى الحفاظ على قوانين البلد. والمشاريع أيضا بالنهاية التي تدرس آثارها تكون مشاريع مستدامة، بمعنى أن لها ديمومة وأنها تحافظ على حصة الأجيال المستقبلية من المصادر الطبيعية والثروات الطبيعية للبلد. ما تتميز به السلطنة من تنوع أحيائي ترتب عليه قيام عدد من المشروعات التي تكفلت بحفظ الكثير منها، لكن قلة أعداد مراقبي الحياة الفطرية بات يشكل خطرا واضحا على أنواع أخرى بسبب الصيد الجائر الذي تتعرض له. مساحات السلطنة شاسعة، وبالتالي وتنوع الأحياء الفطرية ووجود بيئات طبيعية مختلفة بين السهول والجبال والأودية يحتاج إلى كوادر وبشرية لتغطي ومراقبة هذه الأماكن، ولكن الوزارة أيضا تعمل بالقدرات الموجودة والطاقم الموجود من المراقبين ووحدات الحماية للحياة الفطرية لتأدية الواجبات المنوطة بهم. وهناك أيضا طبعا خطط مستقبلية أيضا لوضع محميات طبيعية وتوظيف كوادر بشرية متخصصة ومدربة للقيام بهذه المهام. يحتفل بيوم البيئة في يوم واحد، لكن الاهتمام بالبيئة نفسها يجب أن يتعدى حدود الزمان والمكان، ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر جميع الجهود. فبيئتنا وطن فلنحافظ عليها. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. إذن الأخبار الرياضة مع حسين العميري. حسين، الأنظار تتجه نحو زيورخ وتسليم الكرة الذهبية، من تتوقع بيفوز عليها؟ بالفعل، والحفل طبعا يعني بدأ منذ قليل، منذ حوالي ساعتين من الآن، لكن لم يتم الإفصاح عن اسم اللاعب حتى هذه اللحظة، ونحن في الانتظار إن شاء الله. انتظار إن شاء الله. السلام عليكم. يتواصل إذن في مدينة زيورخ السويسرية حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2015 كأفضل لاعب في العالم، والذي انحصر بين رونالدو وميسي ونيمار. وضمن حفل توزيع الجائزة تم الإعلان عن فوز الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة بجائزة أفضل مدرب لعام 2015، وتسلمها روبرتو فرنانديز نيابة عنه لعدم حضوره. كما فازت الأمريكية جيل أليس مدربة منتخب أمريكا للسيدات بجائزة أفضل مدربة، وقام الأرجنتيني كارلوس بيلاردو بتتويجها بالجائزة. بعد سلسلة من الانتقادات التي صدرت من مدرب ليفربول يورجن كلوب، نصح مدرب أرسنال أرسن فينجر المدرب الألماني بضرورة التأقلم مع تقاليد الكرة الإنجليزية. وجاء حديث أرسن فينجر قبل مقابلة الفريقين يوم الثلاثاء القادم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال فينجر في مجمل حديثه: يجب أن أقول إن الجميع يشتكون من ضغط المباريات في إنجلترا عندما يأتون إلى هنا، ولكن يجب التأقلم مع الأسلوب الإنجليزي، كنت مثله في السابق وما زلت أفضل العطلة الشتوية، ولكن دون فقدان التقاليد الإنجليزية.
ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، حقق بنفيكا فوزا كبيرا بأربعة أهداف لهدف على ناسيونال ماديرا ضمن الجولة 17 من البطولة. بنفيكا دخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث، وكان يطمح إلى تقليص فارق 7 نقاط بينه وبين المتصدر سبورتينغ الذي يعاني هذا الموسم ويحتل المركز 13. المباراة شهدت تألق اللاعب جوناس جونالديز أوليفيرا الذي سجل ثلاثية في مرمى الناسيونال وهدفا من كوستاس ميتروغليو، في حين جاء هدف الناسيونال عن طريق فرانسيسكو سواريز. وفي عالم الكرة الصفراء، تأهلت كل من أنجليك كيربر وسارة إيراني وسام ستوسر إلى الدور الثاني من بطولة أبيا الدولية للتنس بسيدني. كيربر حولت خسارتها في المجموعة الأولى ب6-4 إلى انتصار في الثانية ب6-0 والثالثة ب6-3 على إلينا سفيتولينا. جانبها المصنفة 7 إيراني فازت على الإسبانية كارلا سواريز نافارو ب6-3 و6-3 في ساعة و27 دقيقة. أما الأسترالية ستوسر فازت على الإيطالية روبرتا فينشي ب4-6 و7-5 و7-5. سجل داميان ليلارد 31 نقطة من 5 ثلاثيات ليقود بورتلاند ترايل بلايزر للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 115 نقطة مقابل 120 نقاط في الرابطة الأمريكية لكرة السلة. أوكلاهوما بدأ بداية قوية وتقدم ب27 مقابل 26 نقطة. ليلارد أبدع في الربع الرابع والأخير وسجل عدة ثلاثيات ليرفع حصيلة بورتلاند إلى 113 نقطة مقابل 120 نقاط. ويستبروك عرقل ليلارد في اللحظات الأخيرة ليمنح بورتلاند ضربتين حرتين سجلهما ليلارد، ورفع النتيجة إلى 115 نقطة مقابل 120 نقاط. ويأتي هذا الفوز الثمين في توقيت كان يبحث فيه الفريق عن الفوز. Now you got two guys laying on the floor. A 1.8 second difference. Crab off the hesitation air balls a three and then McCollum. حقق اللاعب الأمريكي اليافع جوردان سبيت فوزا باهرا بلقب بطولة هوندا للغولف التي جرت فعالياتها على مجازي بلانتين في كابالو بجزر الهاواي الأمريكية. سبيت كسب 6 ضربات في الجولة الختامية للبطولة ليرفع رصيده الإجمالي إلى 30 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بذلك ب8 ضربات على مواطنه البطل السابق باتريك ريد الذي كسب 4 ضربات في اليوم الختامي لينهي البطولة برصيد 22 ضربة تحت المعدل. ونختتم جولتنا الرياضية بهذا الخبر الطريف من بريطانيا، حيث استضافت مدينة خلانورتيد ويلز الصغيرة بإمارة ويلز البريطانية فعاليات بطولة العالم 8 للمركبات التي تسحبها دراجات المرتفعات الهوائية. سباق المركبات الذي استضافته المدينة الويلزية هو سباق فريد من نوعه، فالمركبات لا يمكن بأي حال وصفها بأنها مركبات، بل هي مجرد صناديق حديدية تم تركيب عجلات أسفلها، وهي متصلة بدراجتين هوائيتين بعمود معدني بدائي الشكل والتصميم. وقد فاز باللقب فريق وايلد موستانجز وهو من مدينة بريستول الإنجليزية. جولتنا الرياضية انتهت، لكن نذكر بأن حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في عام 2015 الكرة الذهبية لا زال مستمرا في زيورخ، ولا زال الانتظار والترقب مستمر. عودة بكم للزملاء. بين السلاسل الجبلية المؤدية إلى بلدة عمق الرباخ بولاية قريات، يصادف المرة أنواع مختلفة من النباتات والفطريات والحيوانات البرية، كما توجد آثار بيوت قديمة تشير إلى وجود حياة بشرية بينها منذ حقب زمنية طويلة. التقرير التالي يأخذنا في رحلة إلى قرية عمق الرباخ.
مغامرة جبلية جديدة يستعد لها خالد لاختراق سلسلة جبال الحجر الشرقية سيرا على الأقدام في دروب المشاة القديمة وصولا إلى بلدة عمق الرباخ بولاية قريات. هواية صعود الجبال لازم الإنسان يكون عنده ميول، عنده حب، عنده إصرار، مثابرة، استطلاع دوما، يتعرف على أماكن، يتبع في دروب قديمة كانت تربط من بلد إلى بلد ثاني. إذن خلف تلك القمة نقطة النهاية، وعلينا أن نقطع 10 كيلومترات بين تضاريس جبلية خلابة تحفها المخاطر ومناظر الحياة الفطرية بنباتاتها الغنية. من ضمن الرحلات الجبلية الشاقة رحنا جبل شمس من ساب بني خميس، هذا ممشى مسافة ساعة روحة، مسافة ساعة رجوع، وثالث رحلة إلى حوالي 3 رحلات إلى الجبل الأبيض الدم والطاين. ابتداء الانطلاق من حيل الحناظلة، فهذا المسار نفس الشيء كان شاق، حوالي 4 ساعات مشي صعود و4 ساعات نزول. وفي منتصف الطريق يستوقفنا فجأة هذا القنديل المهجور لنكتشف آثار بيت قديم لأناس تبدو هذه غرفهم وتلك حظيرة ماشيتهم. وبعد ارتفاع 57 مترا تظهر لنا أخيرا بلدة عمق الرباخ مستقرة بقلب الجبال في وداعة بساتين النخيل وحفاوة كرم أهلها. رغم مشقة الطريق لكن من يحب صعود الجبال يدرك أسرار حياة المكان. أحمد بن بارك الدرمكي من بلدة عمق الرباخ ولاية قريات. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين: تحديد أسعار المنتجات النفطية الجديدة ب 160 بيسة للممتاز والديزل و 140 بيسة للعادي. بدء دخول قافلة المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، والمعارضة تطالب بإنهاء القصف قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات نهاية الشهر الجاري. هجوم بقذائف المورتر على مدرسة بأفغانستان تزامنا مع بدء مساعي إحياء محادثات السلام الأفغانية في باكستان. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. تصبحون على خير. إلى اللقاء.